مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج جزائريون. برنامج جزائريون هذا الأسبوع جبنا لكم مواضيع مختلفة ومتنوعة، نخليكم تكتشفوها في هذا الملخص. محمد بروبي الذي شارك العديد من العائلات الجزائرية وفرقته التي جالت مختلف ولايات الوطن، فاضطر أفرادها للعمل في مهن عديدة لا تليق بتاريخها من أجل التكفل بأفراد عائلاتهم. الفن هذا ما دينا منه والو، عندنا بطاقة فن، عندي البطاقة نتاع لوندا وعندي البطاقة نتاع الديوان، وما استفدنا والو منها من الفن. أنا لو كان ما نخدمش صبابط ولا نتنقل، ساعة نخدم هنا ساعة نتنقل، ما نوكلش دراري. علي وعبد الله أخوين كفيفين صنعوا التميز وتحدوا كل الصعاب التي واجهوها، متحصلين على شهادة ليسانس في العلوم الشريعة بتفوق، حافظين لكتاب الله. طموحي أني كبقية الناس أني يعني أتحصل على منصب في يعني فيما درست، يعني في منصب كبقية الناس، يعني كأكون يعني إماما أو إمام في المسجد مثلا. حلمي أن أحج بيت الله الحرام، لأنه حجة الإسلام. كل نحن وأنا وإخوتي ويعني وأزواجنا، وجزاكم الله خير. تنوع فريد جعل من ولاية وادي سوف قطبا سياحيا يعكس التنوع الحضاري التي تزهر به المنطقة، وملك البروتين نقطة التقاء الثقافات ما بين المغرب والمشرق العربي. المطعم هذا كيفاش طورناه وطورنا أكلات أخرى على غير الأكلات هذه، ويني أكلات عربية مثلا بابا غنوج، هذا صلايات هكا تونسية كما هكا، واللهم لك الحمد. على كل حال حبينا نزيد ندخلوا أكلات أخرى، جت الفكرة هذه ويني أن ندخلوا أكلات يمنية. توأم كفيف من ولاية عين دفلة استطاع النجاح في مسارهما الدراسي والحصول على شهادات عليا، بالإضافة إلى تمكنهما من حفظ كتاب الله الكريم. تعرفوا عليه في هذا الروبرتاج. يا عبد الرحمن. هي قصة نجاح تبعث في نفوس فئة المكفوفين طاقة رهيبة من الأمل والإرادة والتحدي، وتنير درب حياة بأكملها. علي وعبد الله أخوين كفيفين من دوار سعيدية بولاية عين الدفلة صنعوا التميز وتحدوا كل الصعاب التي واجهوها وما زالوا يواجهونها إلى هذا اليوم. قصتي أنا يعني ولدت هكذا فاقدا للبصر، ويعني كبرنا يعني انتقلنا إلى الدراسة، إلى مرحلة الدراسة، درسنا في مدرسة خاصة بدراسة المكفوفين، ثم انتقلنا هنا إلى العبادية للثانوية، ثم انتقلنا إلى الجامعة. خريجي الجامعة الإسلامية متحصلين على شهادة ليسانس في العلوم الشريعة بتفوق، حافظين لكتاب الله. التحقت بجامعة الجزائر كلية الشريعة وكلية أصول الدين، فأكملت هناك شهادة ليسانس والتخصص لغة ودراسات قرآنية. دعمني أولا الوالد جزاه الله خير، ثم أشكر ليش كذلك دعمني أحد المدراء مدرسة الابتدائية التي كنت فيها يعني في البداية. الذي دعمني الوالد وأخي الكبير أحمد اللي هو غايب علينا، وكذلك يعني الزملاء والأصدقاء يعني في الدراسة، خاصة في الدراسة يعني دعمونا كثيرا، يعني كانوا يملوا علينا يقرأوا علينا، وكذلك يعني بعض الأساتذة في الثانوية وبعض الأساتذة في الجامعة وبعض أفراد المجتمع، والحمد لله رب العالمين.
استطاعوا تغيير نظرة المجتمع لهم ومواجهة العراقيل والصعوبات بإرادة قوية، وجعلوا من المستحيل ممكنا. والله نظرة المجتمع تختلف من فرد إلى فرد ومن يعني فئة إلى فئة، فمنهم من ينظر للمجتمع إلى هذه الفئة، فئة ذوي الاحتياج الخاصة، بنظرة إكبار وإجلال ونظرة تحدي ونظرة إرادة ونظرة يعني عزيمة، ومنهم من ينظر إليهم نظرة يعني كأنه يعني ما يعني مش عنصر فعال في المجتمع، ومنهم من ينظر نظرة احتقار، ومنهم وما يعني ويعني الناس يختلفون حسب المطالع يعني مراتب حياتي. وفقني الله عز وجل أني درست وتحصلت على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية، والآن أنا عامل مهني في غير منصبي، يعني في البلدية موزع هاتفي، يعني وراني في وظيفة الأذان يعني هكذا مؤقتا في مسجد الحي، مسجد يعني الحي تاعنا، وهذه النعمة الحمد لله رب العالمين اللي وفقني ربي لها. ويبقى حلم الظفر بوظيفة في اختصاصهم حلما عسى أن يتحقق ليكملا مسيرة تحد عنوانها صناعة النجاح. طموحي والله طموحي أني كطمك كبقية الناس أني يعني أتحصل على منصب في يعني فيما درست، يعني في منصب كبقية الناس، يعني كأكون يعني إماما أو إمام في المسجد مثلا، أو إطارا في إطارات من إطارات الدولة، يعني كبقية الناس. يعني حلمي أن أحج بيت الله الحرام، لأنه حجة الإسلام، وأنا أدعو يعني من خلال هذه القناة أدعو يعني أقول لهم ساعدونا حتى نحج إلى بيت الله عز وجل الحرام، كل نحن وأنا وإخوتي ويعني وأزواجنا، وجزاكم الله خير. هم اليوم يوجهون برسالة إلى السلطات المعنية بالأمر لإعادة النظر في هذه الفئة التي أنارت الطريق بشموع التحدي. اعتنوا بذوي الاحتياجات الخاصة، فالله عز وجل يعني جعلهم في المجتمع يعني هكذا لكي يعني الناس تنظر إليهم ويعني يتفكرون ويعينونهم، وكذلك يعني لهم الأجر في ذلك، وعلى الناس كذا يعني على الناس أن يحترموا ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يعينوهم في يعني في دراساتهم وفي في أعمالهم كلها يعني الدنيوية وكل شيء. صياء أتوكأ عليها. معاناة كبيرة يعيشها ملك الفن الشعبي البدوي محمد بروبي في ولاية البويرة نظرا لتدهور هذا الفن الشعبي الأصيل، وحكايته مع يوميات اكتشفوها في هذا الرابورتاج. من سكان وسط وغرب الوطن لا يعرف الفنان الكبير محمد بروبي وفرقته التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 50 عاما؟ محمد بروبي الذي شارك العديد من العائلات الجزائرية وفرقته التي جالت مختلف ولايات الوطن وشرفت الجزائر في مختلف المهرجانات. درت اسعني على الفن هذا، انا تعلمته ولا 17 عام موروث على ناس من قبلي. الشيخ الاول اللي شديت عليه القايطه هو سعيد بن جلول، والثاني يقولوا له الاخضر بن شناف الله يرحمهم في زوج. بعد ولينا قاعد نتعلموا على الاخضر بن شناف، عليه نتعلموا على الاخضر بن شناف الله يرحمهم كل. الاخضر فنان كبير، فنان في الهضرة، فنان في اللبسة، فنان في القعدة، فنان في كلش. نتعلم عليه هنايا من يروح نتبعه. واقعها اليوم لا يعكس أبدا هذه المسيرة الحافلة، لأن الفنان بروبي وفرقته لم تلقى الدعم الكافي خلال مسيرتها التي امتدت
لنصف قرن من الزمن، فاضطر أفرادها للعمل في مهن عديدة لا تليق بتاريخها من أجل التكفل بأفراد عائلاتهم. فعمي محمد لا يزال إلى يومنا هذا يمارس مهنة إسكافي، أي تصليح الأحذية في شوارع مدينة المعمورة وسور الغزلان وغيرها من المدن، من أجل تحصيل قوت يومه والإنفاق على عائلته. هذا الفنان محمد بن روبي كنت تشوفوا فيه الفن هذا، مدينة من والو، عندنا بطاقة فنان، عندي البطاقة نتاع لوندا وعندي البطاقة نتاع الديوان، وما استفدنا ما والو منها من الفن. أنا لو كان ما نخدمش صبابط ولا نتنقل، ساعة نخدم هنا ساعة نتنقل، ما نوكلش دراري، ما استفدنا والو من الفن هذا. هاك تشوف أهم عايشة عائلة هذه، هذه اللي راه معيشتها، ولا الفن ربحنا من الفن، ربحنا الجمهور، هذا ما ربحنا، بصح ماديا ما كان والو. كون ما نخدموش صبابط ولا نتنقلوا نخدموا هكذا، ما نعيشوش الدراري. حلم بروبي اليوم هو دعم السلطات المعنية من أجل منحهم مقرا لتعليم أصول الفن الشعبي البدوي الذي هو الآن في طريق الزوال بعد أن تخلى الجيل الحالي عن ممارسة وتعلم هذا الفن. احنا راه فايت الخمسين سنة عندنا في الخدمة هذه تاع الفن هذه، أنا وصحابي، وما ربحنا والو ماديا، ربحنا من الجمهور يسيبورتينا، هذا ما ربحنا. حنايا نشوفوا منه يدعموا الناس، كاينين في الراي، كاينين في نتاع يدعموا فيهم وجمعيات، وحنا ما ربحنا والو. حنا نطلبوا من السلطات يعاونونا باش نخلوش التراث هذا يروح، نعلموا اجيال اللي جايين نعلموهم. حنايا نطلبوا من السلطات يعاونونا، حنا ما والو والله غالب، خدمنا عرض تصنيع باه عيشنا ولادنا. الفن هذا نروحوا نخدموا فيه ونخدموا في جوايه اخرى باش عيشنا اولادنا، بصح من نطلبوا من الدوله تعاوننا باش يفتحوا لنا، يديروا لنا جمعيات، يفتحوا لنا محل، نعلموا ناس ما خلوش التراث هذا يروح. ها ربي يحفظك يا خالد، معنا سته تجي سبعه معليش كبيره، هما كاين في القصبه كما نقولوا، كاين هذه كبيره كاع، كاين السبايل وكاين القشبور، هذه الصغيره كاع يسموها القشبور. أطلق على نفسه ملك البروتين نظراً لما يقدمه من أطباق شهية ولذيذة من اللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة الخدمات الراقية التي يقدمها هذا المطعم في ولاية وادي سوف. تعرفوا عليه في هذا الربورتاج. حسن صانع الأفكار الذي آمن بأن النجاح فكرة تولد صغيرة وتطور وبالإرادة والعمل تجسد على أرض الواقع. ملك البروتين فضاء سياحي بامتياز، استطاع أن يمزج بين أصالة الديكور السوفي التقليدي والعصري الحديث. الفكرة هذه وين كانت في البداية؟ هي عبارة عن جزار، وبعدها بدأنا بشواية صغيرة، ومن بعد أن طورنا الفكرة هذه وين إلى مطعم شواء خاص بالشواء. شفنا الإقبال كبير في على الشواء، وشفنا الغاش يجي من برا ومن خارج الولاية ومن الولاية، من كل البلديات ومن نواحي البياضة وما جورها. إقبال كبير من طرف الزبائن من داخل وخارج الولاية، نظراً للسمعة الطيبة التي يمتاز بها، ناهيك عن الخدمات الراقية وحسن الاستقبال.
الله يبارك الخدمات، الخدمات ربي يبارك، السيرفيس ربي يبارك هنا، النظافة، النوع الحملة ربي يبارك، وكلش متوفر هنا الله يبارك. أسعار مناسبة ماهيش متناول الجميع على العموم. أنا راني جينا ضياف هنا الواد، وعندي صاحبي من الواد أنا يحكي لي عليه كل يوم، يحكي لي الكينغ هذا الملك الملك. يا خويا أنا جينا هنا والحمد لله، يعني الشيء اللي حكينا عليه شفناه في الواقع هنا، طريقة المعاملة والمأكولات، تنوع في البروتين، لحوم بيضاء حمراء الحمد لله يعني، والخدمات متوفرة وكلش. والله نجوا من هنا لأجل البهرة، ونجيبوا حتى ضياف من برا، أقسم بالله غير نوضوا الطنوبيل ونجوا للمطعم هذا، مليه نعرفوهم ناس قدم جزارة، كفى في النظافة، كفى في العمل. يا خويا فمن يتق الله يجعل ربي مخرج، صادقين في العمل، حتى هي الناس من كل البلديات يجوا، والله حتى اللي عنده من حاسي خليفة ينوض يقول لك كاين صرون عرسان نشوف فيها منايا، هذا زيدنا إلا فخر واعتزاز. هذا المطعم الذي رأينا فيه كل الإمكانيات التي يجب أن توفر للسائح لزائر ولاية الواد، يجد فيه الراحة، يجد فيه أيضا هذا التنوع الكبير جدا من المأكولات التي تقدم للزائر، يعني على مستوى موروثنا المطبخ السوفي المعروف هنا، على مستوى العديد من الأطباق التي تقدم، أيضا ما يستورد أو ما أردنا أن نستورده أو نقدمه للزائر لولاية الواد بما يعرف بأطباق شرقية أو مشرقية. استطاع حسن أن يقدم إضافة للسياحة الجزائرية بثراء وتنوع الأطباق العربية والراحة التي يشعر بها السائح هنا بعيداً عن ازدحام المدينة. المطعم هذا كيفاش طورناه وطورنا أكلات أخرى، على خلال الأكلات هذه ويني أكلات عربية، مثلا بابا غنوج هذا صلاية هكا تونسية كما هكا، زدنا لقينا الإقبال هذا ويني عن أكثر فأكثر، واللهم لك الحمد على كل حال. حبينا نزيد ندخلوا أكلات أخرى، جت الفكرة هذه وين أن ندخلوا أكلات يمنية، جبنا أكلات يمنية ولك من الأكلات اليمنية هذه، مثلا رز كبسي، كبسة رز مندي، كان مدفون ملح، كان المسقعة، عقدة الدجاج، سلطة العيش، هذه الأكلات هذه وين كل زدناها بعد ما شفنا الإقبال هذا وين، واللهم لك الحمد إقبال كبير جدا، واللي دعم البلدية ودعم الولاية بصفة عامة ودعم السياحة في الولاية هذه، على كما راكم تشوفوا المدة الأخ في مؤخرة أن السياحة في الولاد عدد قطب سياحي. كثير من هذه الأطباق التي تعطي للسائح فرصة أنه يختار بهذا التنوع، بهذا الثراء من المنتوج المحلي أو المنتوج المستورد، ولكن كله يخدم بما يخدم السياحة الداخلية، بما يخدم هذه الحركية كما قلت، وهذه يركز عليها كثيرا، الحركية التي يجب أن تواكبها في العديد المجالات، إن على مستوى الاقتصادي وحتى على مستوى توفير أعلى مستويات الراحة لكل زائر ولاية الواد. تنوع فريد جعل من ولاية وادي سوف قطباً سياحياً يعكس التنوع الحضاري التي تزهر به المنطقة، وملك البروتين نقطة التقاء الثقافات ما بين المغرب والمشرق العربي على طاولة واحدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج جزائريون، نتمنى يكونوا عجبوكم مواضيع حلقة اليوم، وموعدنا يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس القناة وعلى نفس التوقيت. إلى اللقاء.